اليوم عندنا المحاضرة الثانية عن تصنيفات المشروعات السياحية. المحاضرة الأولى كانت عن مفهوم المشروع السياحي وأهدافه. بهاي المحاضرة حندخل بالتصنيفات، وأي موضوع أني أضيفه إن شاء الله أبلغكم إلى أن تكمل الملزمة بالشكل الكامل وأدز لكم إياها، أما على الكلاس وأما على أخليها بمكتبة وأي واحد يجي ياخذها من عندكم. زين، تصنيفات المشروعات الاستثمارية هي مسألة في غاية الأهمية، ينظر إليها بعين الاعتبار عند تقييم هذه المشاريع، فلا بد من دراسة العلاقات المتداخلة المحتمل قيامها بين كل نوع من المشاريع الاستثمارية، فلا بد أن نلاقي صعوبة حقيقية بتصنيف هذه المشاريع بسبب تعدد وتشعب المعايير اللي ممكن انه نستند عليها عند القيام بهذا التقسيم. الا ان يمكن نذكر بهالمكان اهم التصنيفات بهاي المشاريع اللي استندت على اسس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية الصادر عن مجلس التخطيط وللمشروعات الخاضعة لإعداد دراسات الجدوى. والأصناف هي تصنيف حسب الطبيعة، وهو ثلاثة أنواع: استثمارات مادية اللي هي متعلقة بأي شيء مادي، استثمار بالمباني، بالمصانع، بالأراضي، بأي شيء. النوع الثاني استثمارات مالية تتمثل بالسندات والأسهم والقروض. النوع الثالث الاستثمارات المعنوية اللي هو كل شيء غير مادي. المادي هو النوع الأول، هنا كل شيء غير مادي وغير مالي كالعلامات التجارية، تراخيص، نقل الامتيازات، شهرة المحل أو البحث والتطوير. النوع الثاني التصنيف الثاني هو حسب الغرض، استثمارات إحلالية وتجديدية، يعني الغرض منها إحلالية يعني تعويض الأصول اللي هي أما معدات أو تجهيزات، فبأصول جديدة على أن تكون الأصول الجديدة لها نفس الخصائص التقنية والفنية للأصول القديمة من ناحية الطاقة الإنتاجية القديمة وكذلك مستوى تكاليف الإنتاج. النوع الثاني هو الاستثمارات التي تهدف إلى التحديث أو التطوير، اللي هي استثمارات موجهة لغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، تحسين الإنتاجية وتنافسية المؤسسة، أي إنتاج أكثر بتكاليف إنتاج غير متغيرة أو تكاليف إنتاج أقل من أجل نفس حجم الإنتاج، وتسمى باستثمارات الترشيد. النوع الثالث هي استثمارات التوسع اللي هي موجهة لنمو الطلب عن طريق إنشاء استثمارات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية أو توسيع أو تشكيلة المنتجات، يعني التنويع بها، فتسمى باستثمارات الامتداد. ليش امتداد؟ يعني يمتد، يستمر الاستثمار. استثمارات الإبداع والابتكار اللي هي من اسمها تختص بالبحث وعن المنتجات الجديدة أو تغيير القديمة وإدخال تكنولوجيا في أو أسواق جديدة. الاستثمارات الاستراتيجية اللي هي ضرورية للمؤسسة لحماية تواجدها واستمرارها بالسوق ومواجهة المنافسة. وضمن هذا التصنيف تتميز ثلاث أنواع من الاستثمارات الاستراتيجية، اللي هي الهجومية تسمح للمؤسسة بالحصول على حصص جديدة في السوق وموقع استراتيجي مقارنة بالمنافسين، هاي استثمارات هجومية. الدفاعية هي تسمح للمؤسسة تحافظ على موقعها التنافسي في حالة اشتداد المنافسة. استثمارات التنويع هي موجهة لتنويع النشاط، وهذا ما يسمى باتباع استراتيجية التنويع. التصنيف الثالث هو حسب العلاقة التبادلية، مشروعات مستقلة، يعني يكون مشروع استثماري مستقل بحد ذاته، مردوديته إليه لا يتأثر بإنجاز أو عدم إنجاز المشاريع الأخرى. تدفقات المشروع الأول مستقلة عن تدفقات يعني الإيرادات عن المشروع الآخر. المشاريع
المتنافية المانعة تبادلياً، هي عكس المشروعات المستقلة. يعني قبول مشروع معين يعني رفض المشروع الثاني. المشروعات المتلازمة هي مشاريع تنجز مشروع واحد يستدعي أن نفكر به، فالمشروع الأول لا يمكن أن يؤدي وظيفته بمعزل عن المشاريع الأخرى، وهكذا. التصنيف الرابع هو تصنيف حسب معيار القابلية للقياس، مشاريع قابلة للقياس ومشاريع غير قابلة للقياس. القابلة للقياس هي المشاريع اللي تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة أنه نقيمها نقدياً، زين، مثل السلع والخدمات، ف يعني مثل المشاريع الزراعية، الصناعية، السياحية. المشاريع الغير القابلة للقياس هي المشاريع اللي يصعب تقييم منتجاتها بصورة نقدية، مثل المشاريع ذات العلاقة بالتعليم والصحة اللي هي مشاريع خدمية. التصنيف الخامس حسب معيار الجهة القائمة بالمشروع. ثلاث أنواع: المشروعات الخاصة اللي تمتلكها جهة واحدة أو خاصة تقوم على فكرة الملكية الخاصة وتحقق المنفعة الخاصة وهي تريد أقصى شيء ربح ممكن أن تحققه. المشاريع العامة تمتلكها سلطة عامة تهدف بالدرجة الأولى هي تحقيق المصلحة العامة وليس المنفعة الخاصة، فهي ما تسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن. المشاريع المختلطة هي اللي يشترك بملكيتها القطاع العام والقطاع الخاص. التصنيف السادس حسب القطاعات، وهي مشاريع زراعية، صناعية، خدمية حسب القطاعات. التصنيف السابع حسب الحجم، إذا كانت كبيرة، متوسطة، صغيرة. التصنيف الثامن وفقا للمكان أو الجغرافيا، وتكون أما محلية أو إقليمية أو دولية وغير ذلك. يمكن أن نلخص هذه أنواع المشاريع الاستثمارية اللي ذكرناها تصنيفاتها إلى هذا المخطط اللي تشوفوه قدامكم، اللي هو 8 تصنيفات حسب الطبيعة، مثل ما قلنا: مادية، معنوية، مالية، حسب الغرض: إحلالية، تحديث، توسيع، إبداع، استراتيجية، حسب العلاقة: مستقلة، متنافية، متلازمة، حسب معيار قابلية القياس: مشاريع قابلة للقياس وغير قابلة للقياس، حسب الجهة القائمة: عامة، خاصة، مختلطة، حسب القطاع: قلنا زراعية، صناعية، خدمية، تجارية، سياحية، وهكذا حسب القطاعات الإنتاجية، حسب المكان أو الجغرافيا: محلية، إقليمية، قومية، وحسب الحجم: كبيرة ومتوسطة وصغيرة.